ايه شو طالعون؟ شغل غني بابا يايين ولا سايرين قاعدين ولا ماشيين جالسين ولا رايحين يايين ولا سايرين قاعدين ولا ماشيين جالسين ولا وادم واحد تفاشة واحد طماشة واحد بالشاشة واحد مجنون يا عمي شمو هاي اذكر الرايم بالاساميها يلا يا بنات نزلوا شنطكم وبوبر الهالوين مالكم بسرعة قدامي خط طويل لنوصل لدبي أبانا عطيتك الباص عشان توصلنا لهذه المزرعة ما تصير تتكز فيه وتحمل عبرية وانت راجع الشعبية سمعتني هاذر ولا تخبر أبو سليمان وربع شواب الشعبية عن مكان هالمزرعة وليد مأجرين بهالويكد حق نرواحنا البنات بنحتفل بالهلوين وما نباهم يجونا ويصدعون بروسنا او النعيب ومنقود سمعتني حتى هاي الندفة عفاري ما سمعت رمسدية يوم قلت له هب تسيرين وتبعات هالحليب وصارت وياهن المزرعة لكن ما عليه دواها عندي نفس الشي ويا ام سليمان لكن ما عليه بوريها ايه انت الاثنين اذا بتضربونهم تراني ما بدليكم مكانهم انا ما يخصني في المشاكل والله بالله ما بنسوي مشاكل الفكرة ان نباهن يكون تحت عيوننا عشان حميهن مهما صار هذه لأهلنا الله لا قال استوت عليهن مشكلة ولا شيء نكون قراب عليهن عسبة شيه تباك تأجر لنا مزرعة حولن بو مهير لا تكون صادج وعلى نيتك لين هالدرجة أو أن نباهن يكون تحت عيوننا عشان نهميهن شو تبانا نسوي عيال؟ لازم تأدبونهم أدب عشان مرة ثانية ما يطلعون عن شوركم وما يكررون في المستقبل ترى أخذك وياهن مش عنه ما تأدب أدب؟ أنا الحين أتكلم بصفتي السايق البروفيشنال مو بصفتي ولي الأمر المالها لازم نتعامل مع الأمر بالعقل مو بالعضلات كيف؟ مو باغلنا نسوي؟ بما أن الحين موسم والمضارع كلها مأجرة أنا هجزت لكم مزرعة لاصق في مزرعتهم باب بالباب شبك بالشبك تشينكو بالتشينكو ورا ما بدي تدار ورا نبدأ اجتماعنا السري الأول عشان أخبركم عن خطة تخويف وتطفيش الهريم من المزرعة عشان الشيمة خلني أجلس تحت حوز الماء هذا مكان رئيس مجلس الإدارة يوم بتستوي رئيس مجلس الإدارة تعالي لسني والله يا حولنا مزارع شو كبره لو شفته تقول شاليهات ولو شفته مسابح تقول مسابح فنادق وانت ما لقيت إلا هاي المزرعة التعبانة بحوض المشبي هذا وصوت المكينة تشك 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 تجرنا إياها أداليا جاستن بيبر اللي مقضي حياتك كلها في الفول بارتي يكون في علمك هالهوذ
قبل أسبوع معك مينا. ايه مبين. قلت لك الحين موسم والمضارع كلها مهجوز، لازم نخوف ونطفش الهريم من هالمزرعة عشان ما تهلا لهم الشغلة ويكررونه كل سنة. انزين وين الحجرة اللي بترقدنا فيها؟ ولا ناوي ترقدنا في هذا الحوض؟ انتوا الله يحبكم، لأن هالمزرعة ما فيها إلا غرفة الناطور هاي، وهي فاضية الحين لأن اختفى قبل أسبوعين. دوروا لين ما لقوا ميت غرقان وجثته متهلل في هالحوض. حسبي الله عليك يا بعير السدر. بابا تعالوا، ترى أقولكم عكموه. زين يا شومبي، عطنا الخطة. الخطة تسوون لهم مقالب الرعب تخوفونهم عشان يطلعون شاردين من المزرعة. انزين كمل. لازم نخلي الهالوين مالهم ينقلب الرعب بحق وحقيقة، مبلعب ومسخرة. كيف يعني؟ لازم نسوي لكم ميك اب مال هالوين وتتسللون لمزرعتهم وتخوفونهم. هذا ريل همار لقيت مدعوم على الخد قبل ساعتين، بربطه في ريلك بتستوي نفس بريل همار. انت ما يبالك شيء، شوي ميك اب نهتلك يمين يسار بتطلع نفس بودريا. بريل همار اقصد بمهير، انا سويت التحريات مالي وعرفت ان بنتك عفاري دوم تيل السوب المرحانات، سير زيغها. وانت هرمتك دوم تيل سند التوي يسحبها الهنين الى الماضي، اباك تطلع لها من ماي التوي وتزيغها او انك بودريا. زين لا تحسبني من كسر ورد في النوح عاش بتناف، تهتز تحت قدامي الأرض وتروح. أنا ما ترشتك تزيغ هرمتك، شو يابك هني؟ أنت منو؟ يا حبك لليلس في الماء يا أبو سليمان، حتى من كثر اليلس زجمت وصوتك تغير. يود اشرب شاي بالليمون والزنجبيل هذا عشان يعدل صوتك، أشوف استوى عندك بحة. يا سلام، تسلم ايدك بصراحة، شاي على كيفك. اسم الكريم بصراحة كناني تمثيلك لدور بودريا، أنا بسايرك وبمثل معك. معك شومبي، من أنت؟ معك أخوك بودريا. بصراحة يعجبني أنك تكمست الدور بسرعة، خلنا نسوي مراجعة سريعة للصفات الشخصية والسمات النفسية للكاركتر قبل ما تصير تزيغ هرمتك. انزين يا ابو دريا، انت ليش ودرت البحر وجيت تعيش في هالحوض؟ قصتي طويلة يا مستر شوقي. انا في العادة ما احب اخالط البشر، لكن هالشاي اللي سويته لي عدل لي راسي وخلاني ارتاح لك، عشان كذاك بفتح لك قلبي وبخبرك بقصتي. قول. أنا من سنين من الستينات هجرت البحر وجيت جلست في هالحوض أحاول أتجنب البشر وشرورهم. بصراحة بديت تضبط الدور، كمل. أيام الغوص أنا كنت مرعب نواخذة الخليج بودرياء، لكن اليوم حتى الضغاية البنغالية ما يسووا لي سالفة. 7 مرات ناشب في ألياخهم وبايعين بسوق الشبرة يتحرون قبار. شوف ها 4 مرات طارين بوزي بميدار يتحرون هامور. ها شوف ضاربيني 13 مرة بالمنتب على راسي. ويا ريت هالشي تمسر بيني وبينك، ما تخبر به أي حد من ربعك البشر. الشيمة كان فيك شيمة.
ولا يهمك يا ابو سليمان، اقصد يا ابو دريا، سرك في البير. وليش تباني يسير زيك حرمتي ام الدويس وحليلها، ما يخصها في حد، عايشه في الطوي، كافيه الناس خيرها وشرها. انا اشهد انها ام الدويس. بعد شوي بيقول لي ام الصبيان بنت خالتك. بصراحه عجبني تقمصك للدور، كمل كمل. يمي 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 راعي البحر ما بار أبا وليد عمي أبو أبو. إذا ميك بالهالوون كذا يسوي كل يوم تنكر يا أم سليمان، يا ريت كل السنة تكون هالوون. يا الله يا الله يا الله، أنا جاي أخوفها كانت خرفاً. يا الله يا الله يا الله على ريحة دهن العود الكبودي. يا الله يا الله يا الله على هالشعر الطويل الحلو. يا الحالي أنا في البيت ها ما أشوف إلا الشعر الشونقي الفلافل، وما أشم إلا ريحة عطر جنة الفردوس وأبو قرون الغزال. يا ريت كل يوم في البيت تسوي لي هالوون يا أم سليمان. من انت يلي ما تستاهل ويهم حتى بقناع الهالوون المرعب؟ حلوه يا ام سليمان. يا ربي احب الثقل انا يا ام سليمان، يا الله اموت في الثقل يا ام سليمان، يا الله زيديني ثقلا زيديني. بعد قراص الشاي هذا بصراحة أنا بديت أحب البشر مرة ثانية. انحط علي يا أبو دريا، ما صدقت اتلكيت من البشر 60 سنة وأخيرا وصلوا لي، وهذا واحد منهم إلى حقد الشيب الحط علي ويتحرش فيني. هاي أم سليمان يا حرمة، عيب تخرجين قدام الرجاجيل الغرب كاشفة شعرش، لا حياء ولا مستحى، تستر يا حرمة. ها إذا هذا أبو سليمان عيل أنت منه، خلني أغط تحت الماي يمكن أنا أحلم. يا أبو سليمان علي الطلاق إذا ما تسترتي وتعشمتي، لعبي الهلوون معايا في البيت ما هنا قدام ربعي. أسكت يا أبو سليمان، أسكت، لا تورطنا ويا الجنة. بديت أحبكم يا البشر، لكن تغلطون على حرمتي. لا لا تأكل مرة ثانية. أيما أنت أنا ولا أنا أنت؟ أنت تيني ولا أنا أيينك؟ حسبي الله عليك يا أبو سليمان، أشرد هاي جنية ما بحرمتك، أشرد لا توهقنا ويا الجن. أباه أنا دافعات فلوس ومعجرات المزرعة 3 أيام وبنكركش وبنمركش، والله لو يطلع مالنا الجن الأزرق، لو الجني أبو الشيول يسوق شيول. حبيبي أنا ما خاف. جيتوا في وقتكم، كنا ناقصين 2، كنا محتاجين حد يمسك الصاجات وحد يمسك البنحاس. سلام 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 سلام، ما عليكم سلام. سلام 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 على ري واحدة ما بدقنا. انت خلصنا مشينا موعد اللمه، قضينا وانت لا قضينا بعد.
معاك يا هاشتك مستانس هاشتكها والكلمة المو حلوة عادة هالدنيا لمها وعشقها وخلك خش 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 لو يدك فرحة رتوتها سو شير إياه سماويتها وارسم للدنيا بسمتها والفرحة حوشت حوشت حوش اللي يبتعد عن ناسه ماشي عقل براسه ماشي بحياة Sorry.